بسم الله الرحمن الرحيم يا دكاترة، ازيكم عاملين ايه؟ هنبدأ النهاردة أول موضوع معانا في الفارماكوكينيتكس. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على introduction بسيطة جدا، ووضحت لك ازاي ندخل في موضوع الفارما، وقلت لك أول عنوان معانا الفارماكوكينيتكس، صح؟ صح يا دكتور. وقلت لك عشان نبدأ في الفارماكوكينيتكس الأول هنتكلم على حاجة اسمها permeation of drug في السيل ميمبرين، ازاي الدراج هيعدي السيل ميمبرين عشان يبدأ أول عملية اللي هي الابزوربشن. كان عندنا اربع عمليات بنختصرها بكلمه ادمي: الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن. جميل جدا. اول عمليه الابزوربشن وهنتكلم عنها النهارده، يبقى عشان ما تتوهش احنا الاول اتكلمنا عن البرميشن بتاع الدراج من خلال السيل ميمبرين، صح؟ عشان يعدي السيل ميمبرين ويروح بقى للبلد او سيستميك سيركيوليشن ويتم عمليه الابزوربشن. حلو قوي. بص بقى معايا، اول حاجه معانا الابزوربشن. هتكلم على ديفينيشن، ايه تعريف الابزوربشن يا دكتور يا محترم؟ تعريف الابزوربشن زي ما عرفته لك قبل كده الحصه اللي فاتت، قلت لك ان هو عمليه عبور الدواء من السايت اوف ادمنستريشن للسيستميك سيركيوليشن. يبقى من او فروم سايت اوف ادمنستريشن. وضحت لك الحصه اللي فاتت، قلت لك ان السايت اوف ادمنستريشن معناها المكان اللي انت اخدت من خلاله الدواء. يعني انت لو خدت دواء اورالي، يبقى انا عايز اوصل من اول ما دخلت الدواء في بقك لغايه ما يوصل للانتستين ويمتص ويدخل للسيستميك سيركيوليشن. دي كده عمليه الابزوربشن. سيستميك، فاكرين يعني ايه سيستميك سيركيوليشن ولا ايه؟ سيستميك سيركيوليشن اللي هي البلد، تمام؟ يبقى عمليه وصول الدواء من السايت اوف ادمنستريشن للبلد هي دي الابزوربشن. طيب يا دكتور كده الديفينيشن خلاص، حلو قوي. عايز اتكلم على حاجه معينه، عايز اتكلم على العوامل اللي بتاثر على العمليه دي. ايه العوامل اللي بتاثر على عمليه امتصاص الدواء؟ عمليه امتصاص الدواء ايه العوامل اللي بتاثر عليها؟ في عوامل ليها علاقه بالدراج، وفي عوامل ليها علاقه بالبيشنت. يبقى عوامل ليها علاقه بالمريض، وعوامل ليها علاقه بالدواء. هنبدا بالعوامل اللي ليها علاقه بالدواء. اول عاملين معانا هتلاقيهم سهلين جدا 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 عشان عارفينهم قبل كده. اول عامل ليبيد ووتر، وكلمه غريبه كده هتلاقيها عدت عليك وانا ما شرحتهاش الحصه اللي فاتت، عشان اشرحها دلوقتي. ليبيد ووتر بارتيشن كوفيشنت. ليبيد ووتر بارتيشن كوفيشنت يعني ايه بارتيشن كوفيشنت؟ تعالى معايا على السريع عشان لما تشوفها تفهم معناها بعد كده. بارتيشن coefficient هقول لك الاول هي بتساوي ايه، وهتفهم لما افهمك هي بتساوي ايه او اوضح لك هي بتساوي ايه هتفهم الدنيا. البارتيشن coefficient بتساوي الليبت solubility بتاعه الدراج، او الليبت soluble بارت بتاع الدراج، على الووتر soluble بارت اوف ذا سيم دراج. يعني معناها ان هو الجزء الليبت من الدراج نسبته ايه بالنسبه للووتر سوليبل، الجزء الووتر سوليبل من نفس الدرج. ده معنى البارتيشن كوفيشنت. وهوضح لك اكتر الووتر دي هل ينفع تقسم على صفر؟ صفر لا ما ينفعش. فعشان كده كنت بقول لك في الحصه اللي فاتت في العوامل اللي بتاثر على سيمبل ديفيوجن ان ما ينفعش، لازم تكون في سلايتلي ووتر سوليبل. الدواء لازم يكون سلايتلي ووتر سوليبل عشان يعدي، وكل ما زادت الليبت سوليبيليتي كان هيعدي احسن، لكن لازم يكون في جزء ووتر سوليبل عشان ما ينفعش تبقى الصفر، ما ينفعش نقسم على صفر. فبالتالي البارتيشن كوفيشنت هي العلاقه ما بين الليبت سوليبيليتي بتاعت الدراج للووتر سوليبيليتي بتاعت ذا سيم دراج. يبقى نرجع بقى لموضوعنا، الفاكتورز اللي ريليتد للدراج عشان تاثر على الابزوربشن. اول حاجه الليبت ووتر بارتيشن كوفيشنت، بمعنى اخر الابزوربشن بروبورشنال دايركتلي بروبورشنال للليبت سوليبيليتي. دايركتلي بروبورشنال يعني يتناسب طرديا، عشان الناس مش عارفه. يبقى البارتيشن كوفيشنت او الليبت سوليبيليتي بتتناسب طرديا مع الابزوربشن، كلما زادت الليبت سوليبيليتي زاد الابزوربشن، ولكن لازم يكون في جزء ووتر سوليبيليتي من الدراج. تمام. جايب لك مثال بيقول لك الباريوم كلورايد ليبت انسوليبل. يعني ليبت انسوليبل يعني ووتر سوليبل، فبالتالي ما بيمتصش، عشان احنا قلنا الليبت سوليبلتي تتناسب طرديا مع الابزوربشن. وكده اتكلمنا على اول فاكتور. هات لي تاني فاكتور لو سمحت.
تاني فاكتور عندنا اللي ليه علاقه بالدراج، احنا بنتكلم على فاكتور ليها علاقه بالدراج دلوقتي. تاني فاكتور احنا عارفينه برضو على فكره، عارفينه والله، ايونايزيشن. ايونايزيشن فاكر الشرح بتاعي للايونايزيشن؟ قلت لك ارسم ورايا عشان تفهم. اما قلت لك ان الدراج اهو لو شايل شحنه، لو شايل شحنه بيكون شايل منك، فبالتالي بيجمع ميه حواليه، بيجمع ميه حواليه، فبالتالي بنعامله معامله الووتر سوليبل، بنعامله معامله الووتر سوليبل دراجز. فبالتالي كلما زادت الايونايزيشن بتاع دراج قل الابزوربشن، لما زادت الايونايزيشن هيقل الابزوربشن عشان بنعامله معامله الووتر سوليبل دراج. جميل جدا جدا. وفي مصطلح كده كاتبه لك في الكتاب لازم تعرفه عشان تبقى فاهم الدنيا، لايبو فيليك. يعني ايه فيليك؟ يعني محب، يبقى الله، ولايبو يعني الليبيد، يبقى محب للدهون او الليبيد. جميل جدا، فهمت المصطلح ده؟ يبقى الناس او الدواء اللي بيكون لايبو فيليك محب للدهون ليبيد بيكون ان ايونايزد، عشان كده بيبقى تبع الليبيد. لكن الايونايزد دراج بيكون اقل، يبقى ليس لايبو فيليك. وفي مصطلح تاني اسمه لايبو فوبيك، عشان بس لما تقابلك الحاجات دي في الام سي كيو كل ده يقابلك، انا ما تفزلكش عليه، كل ده انت هتشوفه. لايبوفيليك محب، لايبوفوبيك بيكون يكره، يبقى بتساوي ووتر سوليبل او هيدرو، هيدرو يعني ميه، هيدروفيليك. يا ريت تكتب الكلام ده عندك، هيدروفيليك بتساوي ووتر سوليبل وبتساوي برضو لايبوفوبيك، الكاره للدهون بيكون محب للميه. يعني عيد تاني معلش، اللايبوفيليك ده محب للدهون، محب للليبت، تمام، عكسها لايبوفوبيك، تمام، او هيدروفيليك، دول بيساوي بعض عشان ده بيحب، محب للماء وده كاره للدهون اللي هو محب للماء برضه. فانا تكون وضحت ده على السريع كده، على السريع. نرجع لموضوعنا بقى، ان الايونيزيشن كلما زادت الايونيزيشن بتاع الدرج قل الابزوربشن، قل الابزوربشن. كده اتكلمنا على تو فاكتورز واحنا اتكلمنا عنهم قبل كده، بس بفكرك بيهم على السريع. تالت فاكتور ورابع فاكتور وخامس فاكتور سهلين جدا جدا، بس عايزك تركز معايا عشان تسمعهم مني مره واحده وتقراهم وخلص الموضوع. الفالنسي، فالنسي يعني التكافؤ بتاع الدواء او السبستنس اللي انت واخدها. بيقول لك، ضرب لك مثال ان الفيروس سولت دي، الفيروس دي يعني اكتب عليه الحديد الثنائي، والفيريك الحديد الثلاثي، تمام. الفيروس بيكون بيمتص احسن من الفيريك، الفيروس اللي هو الثنائي بيمتص احسن من الفيريك، عشان كده الواحد بياخد فيروس عشان يمتص بشكل افضل ويتحول في الجسم لفيريك. يبقى تاني الفيلنسي، الفيروس سولتس بتمتص بشكل افضل من الفيريك، فبالتالي الفيلنسي او التكافؤ بيأثر على عملية امتصاص الدواء. اربعة، احنا عندنا خمسة فاكتورز، اتكلمنا على ثلاثة منهم، خمسة فاكتورز الخاصة بالدرج، تمام. رقم اربعة nature of the drug، nature of drug يعني ايه شرب دراج؟ بيقول لك ان الانورجانيك ايرون الحديد الغير عضوي بيمتص بشكل احسن من الاورجانيك، تمام. جميل جدا كده اتكلمنا على النيتشر اوف ذا دراج. الموضوع سهل جدا والله، والله سهل جدا، تركز بس في كلامي مش هتحتاج تذاكر بعد ما اخلص. رقم خمسة بقى حاجه اسمها الفارماسيوتيكال فورم. يعني ايه الفارماسيوتيكال فورم؟ ان شاء الله هناخدها، هناخد الكلام ده في العملي. الفارماسيوتيكال فورم يعني الدوسج او شكل الدواء جاي لك ازاي. ممكن يكون جاي لك سلوشن، ممكن يكون جاي لك سسبنشن، ممكن يكون جاي لك حبايه تابلت. السلوشن ده بيكون زيه زي الميه، انت بتشرب كده ميه على طول ابزوربشن في ثواني، فبالتالي السلوشن بيكون امتصاصه احسن بكتير من التابلتس او الحبوب مثلا لما تاخد حبايه، تمام. جميل جدا. طيب في حاجه اسمها سسبنشن، عباره عن شويه بودره مع ميه، بودره الدواء يعني، طبعا بيكون امتصاصه ما بين السلوشن، مش هو مش ميه خالص ولا هو منه سوليد خالص، فبالتالي امتصاصه ما بين التابلت والسلوشن. كده احنا اتكلمنا عن الفايف فاكتورز اللي ليها علاقه بالدراج، كل ده احنا بنتكلم على الفاكتورز اللي ليها علاقه بايه، ما تنساش بالدراج اللي بتاثر على ايه اصلا، اللي بتاثر على الابزوربشن عشان ما تتوهش مني، تمام. كاتب لك كده ملاحظه بعد كده، ملاحظه بتقول ايه، عايز اعرفك ان في فورمز من الادويه لو الدواء ده بيتدمر بالجاستريك جوس اللي هو الحمض الهيدروكلوريك اسيد او اتش سي ال، او بيكون الدواء ده بيعمل التهاب في المعده او بيكون ايرتنت بيصير للمعده، بيتاخد على شكل حاجه اسمها انتريك كوتد فورم، بيكون مغلف بكود كده عشان يعدي المعده وما يكسرش او يبوظ بالجاستريك جوس او
يكون يضر المعدة، فبالتالي بيكون متغطى بكوت عشان يوصل للانتستين. المثال اللي عندك صوديوم سالسيليت، تمام، للانتريك كوتد فورم. طيب يا دكتور، عندنا حاجة تانية اسمها sustained release. يعني ايه sustained release يا دكتور؟ يعني الدواء بيتفتت، الدواء اللي انت واخده بيتفتت على مراحل. يعني ايه بيتفتت على مراحل يا دكتور؟ مش فاهم. الدواء اللي انت واخده بيتكسر جزء منه في الاستومك في المعدة، وجزء تاني يتكسر في الانتستين، فبالتالي انت بتطول المدة اللي بيمتص فيها الدواء، بيطول المدة اللي بيحصل فيها absorption للدواء، فبالتالي يعني عشان بس زي كتاب prolong duration of absorption، فبالتالي انت كده بتطول مدة شغل الدواء في الجسم. حلو قوي، دي التو فورمز اللي ضايفهم لك في الاخر. تمام قوي كده، هنكون اتكلمنا عن الفاكتورز اللي ريليتد للدراج، الليبيد ووتر بارتيشن كوفيشنت، الديجري بتاعت الايونايزيشن، الفالنسي، النيتشر اوف دراج، والفارماسيوتيكال فورم. اتكلمنا على ان بي، خلي بالك الحاجات دي ريتن، انت عندك في الجامعه ان شاء الله في امتحان ريتن، فبالتالي ده ممكن يجي لك سؤال ريتن مهم جدا، اكتب لي عليه ريتن من اولها كده. وانا طول ما انا ماشي ان شاء الله واشرح هقول لك ايه الاسئله الريتن، ايه الاسئله الام سي كيو اللي بتيجي دايما، وان شاء الله زي السنه اللي فاتت الدنيا هتبقى لذيذه جدا، واللي هقوله ان شاء الله هيجي. بس انت محتاج تذاكر كل حاجه معايا، واللي هقول لك عليه ريتن او ام سي كيو ركز عليه تركز عليه بشكل اكبر شويه. نيجي بقى يا دكتور يا محترم للفاكتورز اللي ريليتد للبيشنت. اول فاكتور معانا الروت اوف ادمنستريشن. يعني ايه روت اوف ادمنستريشن؟ دلوقتي انت عندك اكتر من روت، من يعني اكتر من طريقه تدي الدواء بيها. تعال نتكلم كده على شويه على الطرق دي. اول طريقه معانا الاي في، الانترافينوس، من خلال الوريد. ودي قلت لك انها بتوصل الدواء بسرعه جدا جدا جدا، والابزوربشن بيكون كامل، والبايو افيلابيلتي بتبقى 100%. اكتب عليها بايو افيلابيلتي بتساوي 100%، وانا شرحت الموضوع ده في الحصه اللي فاتت. الانترافينوس هي رقم واحد، جميل جدا. بعدها انهاليشن، اللي هو استنشاق الدواء. في بعض الادويه بتاخدها عن طريق الانهاليشن، تمام، دي رقم 2 بعد الانترا فينوس. بعدها اي ام. يعني اي ام يا دكتور؟ يا ريت تكونوا عارفين المصطلحات دي عشان تسهلوا الدنيا عليكم. اي ام انترا ماسكولار. انترا ماسكولار يعني من خلال العضله، عضلي، تمام. الاس سي يعني يعني صب يعني تحت، كوتينيوس. صب كوتينيوس يعني الجلد، يبقى تحت الجلد، تمام، جميل جدا. وبعدين اورال، من خلال الفم. وبعدين سكن، من الجلد. طيب يا دكتور بالترتيب كده، واحد انترافينوس احسن حاجه في الابزوربشن، بعدها انهليشن، بعدها انترا ماسكولار، بعدها سبكوتينيوس، بعدها اورالي، بعدها سكن. طب يا دكتور ايه الفرق بين سبكوتينيوس وسكن؟ تعالى معايا في الصوره دي. بص معايا دي كده، ده كده السكن، بيكون فيه طبقه اسمها ايبيديرمس ودرمس، هتاخدها في الهيستولوجي ان شاء الله من تركيب السكن. عايز بس افهمك حاجه، الانتروديرمال بتكون الحقنه او الانجكشن بتكون فين؟ في السكن نفسه، تمام. سبكوتينيوس بتنزل لتحت السكن، تحت السكن في السبكوتينيوس تيشو، في السبكوتينيوس تيشو. انترا ماسكولار بقى في المصل، عشان تكون فاهم الفرق بين الانتروديرمال. الانتروديرمال السكن دي اللي هي الانتروديرمال، السكن دي اللي هي الانتروديرمال. ديرمال يعني سكن، تمام. ديرماتولوجي اللي هو الجلديه، تمام. يبقى انتروديرمال في السكن، والسبكوتينيوس تحت السكن. اتمنى تكون وضحت لكم المصطلحات دي. انت لسه انا عارف انت بتتعرف على الكلام ده، وفي الكليه هم ما بيهتموش ان هم يوضحوا لك الكلام ده قوي، فانا حابب ان انت تكون فاهمه من الاول كده عشان ما تتوهش معايا. يبقى رقم واحد معانا قلنا الروت اوف ادمنستريشن، رقم واحد الروت اوف ادمنستريشن، واتكلمنا عنه بالترتيب: انتروفينوس، انهاليشن، انتراماسكولار، سبكوتينيوس، اورال سكن. سبكوتينيوس اورال سكن، جميل جدا. رقم 2، احنا عندنا 7، لازم تعرف في كام واحده في كل واحده. احنا الفاكتورز اللي ريليتد للدراج 5، اما الفاكتورز اللي ريليتد للبيشنت 7. رقم 2 في الريليتد للبيشنت ابزوربنج سيرفيس، ابزوربنج سيرفيس
يعني ايه دكتور ابزوربنج سيرفيس؟ ركز في كلامي دلوقتي، انا مش هكتب حاجه خالص. بص معايا دلوقتي، بيقول لك ابزوربنج سيرفيس المساحه اللي بيتم الامتصاص من خلالها الفاسكولاريتي بتاعتها بتكون مهمه. كل ما تكون زياده الفاسكولاريتي والمساحه بتاعتها كل ما بيزيد الابزوربشن. يبقى الابزوربشن از دايركتلي بروبورشنال، قلت لك دايركتلي بروبورشنال يعني يتناسب طرديا مع المساحه بتاعت السطح والفاسكولاريتي. فاسكولاريتي يعني كميه البلاد فلو اللي واصل للمكان ده. تمام، بيقول لك بعدها ان الرابنج، رابنج 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 يعني الفرق بتاع لما تفرق كده المكان بتاع الانجكشن قبل ما تعمل قبل الانجكشن يعني بيزود الفاسكولاريتي والابزوربشن، فبالتالي بيخلي الابزوربشن يزيد. تمام، يبقى الرابنج في الانجكشن سايت بيزود الفاسكولاريتي فبالتالي بيزود الابزوربشن. الرابنج بيزود الفاسكولاريتي فبالتالي بيزود الابزوربشن. جميل جدا جدا جدا. تعال بقى للفاكتور رقم 3. الفاكتور رقم 3 الريت اوف جنرال سيركيوليشن، ريت اوف جنرال سيركيوليشن. يعني مش فاهم يا دكتور ولا كلمه. الريت اوف جنرال سيركيوليشن بيقول لك ان لو واحد في شوك، انت طبعا مش عارف يعني ايه شوك، شوك دي عايزك تترجمها لي. عارف يعني ايه البرفيوجن بتاع التيشو؟ برفيوجن اوف بلاد فلو للتيشو. يعني دلوقتي بص معايا، ده بلاد فيزل اهو، ده شريان رايح لي السكن، رايح لي المسل. تمام، ويوصل دم ليهم طبعا، يعني السكن رايح له دم والمسلز رايح لها دم. تمام، دلوقتي الشوك دي يعني ايه؟ الشوك يعني ان الدم ده بطريقة ما بانواع الشوك المختلفة بقى اقل اقل اقل، يعني اللي هو الدم اللي وصل هناك مش قادر يوصل دم الاماكن دي، الدم قل في هايبوبرفيوجن، في دم قليل واصل هناك ايا كان السبب، بلاد لوس ايا كان السبب ايه، مالكش دعوه باسباب الشوك دلوقتي. فبالتالي السكن مثلا، السكن والسبكوتينيوس تيشو والحته دي كلها البلاد فلو، البلاد فلو اللي هناك قليل، فبالتالي لو اديت حقنه مثلا سبكوتينيوس مش هيتم امتصاصها بسهوله، او الامتصاص بتاعها هيتاخر جدا 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 بسبب ان البلاد فلو اللي هناك الدم اللي واصل اللي هناك قليل، اتمنى تكون وصلت. الدم اللي واصل للسبكوتينيوس تيشو قليل، فبالتالي افويد سبكوتينيوس انجكشن في حالات الشوك. انا بوضح كل كلمه والله العظيم، والله بوضح ان الدنيا على قد ما اقدر يعني. تمام، اتمنى يكون الكلام واضح قوي. يعني اخر حاجه او مش اخر حاجه، رقم 4 سبيسيفيك فاكتورز. سبيسيفيك كلمه فاكتورز دي فكرتك بحاجه، انا الحصه اللي فاتت قلت لك في حاجه اسمها انترنسيك فاكتورز بتساعد في امتصاص الفيتامين بي 12. تمام، هنا بيقول لك ان في عوامل معينه بتساعد في عمليه امتصاص بعض السبستانسز زي انترنسيك فاكتور في اللي موجود في الاستومك اللي بيساعد في امتصاص الفيتامين بي 12. دي رقم 4. 5، رقم 5 بعض الادويه بتساعد في امتصاص الادويه الاخرى. يعني ايه؟ عندك الادرينالين، ادرينالين، الادرينالين ده بيساعد في ايه؟ بص معايا، هو مش بيساعد في امتصاص حاجه بس بيعمل ايه دلوقتي؟ حتى انا عايز اتفاضى معلش. دلوقتي انت اديت لوكال اناثيزيا. يعني ايه لوكال اناثيزيا؟ يعني مخدر موضعي، اديته لايا كان، بتخيط جرح مثلا فاديت لوكال اناثيزيا. تمام، تمام، الاكشن بتاع لوكال اناثيزيا ده هيحصل صح؟ تمام، وانا عايزه يطول على قد ما اقدر اول ما اخلص الخياطه صح؟ صح يا دكتور. فاعمل ايه بقى؟ هروح مدي ادرينالين. ليه؟ الادرينالين بيعمل حاجه اسمها فازو كونستريكشن، اختصارها في سي. فازو كونستريكشن يعني ايه؟ يعني انقباض في الاوعيه الدمويه، فبالتالي لما يحصل انقباض في الاوعيه الدمويه اللي موجوده هنا فبالتالي يعني الامتصاص بتاع اللوكال اناستيزيا هيقل. اتمنى تكون واضحه. اللوكال اناستيزيا انا عايزها تشتغل في المكان اللي انا بخيط فيه، فبالتالي هعمل فازو كونستريكشن، انقباض في الاوعيه الدمويه عشان تفضل شغاله في المكان اللي انا بشتغل فيه. ازاي اعمل الفازو كونستريكشن ده؟ عن طريق الادرينالين، عن طريق الادرينالين. حلو جدا جدا. تاني مثال معانا، الامثله دي مهمه يعني. تمام، الكالسيوم، الكالسيوم المثال ده هيتكرر كتير جدا 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 ولازم تكون عارفه، لازم تكون عارفه. الكالسيوم بيقلل الابزوربشن بتاع دواء اسمه، بيقلل الابزوربشن بتاع
دواء اسمه تيترا سايكلين. هنتكلم عنهم بالتفصيل تيترا سايكلين عموما يعني قدام، بس دلوقتي انا عايزك تعرف ان الكالسيوم بيقلل الابزوربشن بتاع التيترا سايكلين عن طريق ان هو بيعمل كومبلكس معين كده بيكون نوت ابزوربد. يبقى اتكلمنا عن الادرينالين والتيترا سايكلين. طيب رقم 6 يا دكتور، رقم 6 انت هتقولها بنفسك، انت هتقولها لي دلوقتي لو مذاكر الحصه اللي فاتت. البي اتش، فاكر البي اتش؟ الويك اسيد دراجز بتمتص احسن في الاستومك، الويك بيس دراجز بتمتص احسن في الانتستين. والله واحده ببلاش اهي، واحده ببلاش اهي، انت عارفها، مش ما فيش كلمه انت مش فاهمها فيها. تمام تمام، نيجي بقى لاخر واحده، معلش ركز معايا لو سمحت، ركز معايا. جاستريك امتينج، جاستريك امتينج يعني المعده بتفضي اللي فيها. تمام، حلو قوي قوي قوي. لما تفضي، لما المعده دلوقتي، المعده اهي، فين المعده اللي انا كنت رسمها؟ المعده دي دلوقتي لما الجاستريك امتينج ده يقل، ايه اللي هيحصل؟ هيزود الريت بتاع الابزوربشن. يعني لما الجاستريك امتينج، لما المعده تنزل حته 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 من الدواء، حته حته من الدواء ده في الانتستين، الابزوربشن هيزيد. واضحه ولا ايه؟ لما الجاستريك امتينج يقل هيزيد الابزوربشن. تمام، حلو قوي. جه بقى جايب لك مثالين كده، حاجه اسمها او دواء اسمه ميتو كولبرمايد، مالكش دعوه بتاع ايه دلوقتي، مش عايزك تعرف بتاع ايه. الميتو كولبرمايد ده بيزود الجاستريك امتينج، فبالتالي هيقلل الابزوربشن، هيقلل الابزوربشن بتاع ايه؟ بتاع الديجوكسين. الديجوكسين ده اللي هو الديجيتالس، ديجيتالس ده بيستخدم في الهارت فيلير، هناخده في الكارديو. مش مهم دلوقتي تعرف الادويه بتاعتي، اعرف ان الديجيتالس ده بيستخدم في الهارت فيلير. الميتو كولبرمايد ده بيزود الجاستريك امتينج، فبالتالي لما يزود الجاستريك امتينج هيقلل الابزوربشن بتاع الديجيتالز، وهيزود بالعكس، هيعكس معايا دلوقتي الابزوربشن بتاع البارا سيتامول، هيزود الابزوربشن بتاع البارا سيتامول وهيقلل الابزوربشن بتاع الديجيتالز. يا ريت الموضوع ده يتركز فيه، وانا هعيده تاني، هعيده تاني لو سمحت. دلوقتي الجاستريك امتينج، لما بتقل الجاستريك امتينج بيزيد ريت الابزوربشن، علاقه عكسيه. الميتو كولبرمايد بيعمل ايه بقى؟ بيزود الجاستريك امتينج، بيفضي المعده بسرعه، فبالتالي الابزوربشن بتاع الديجيتالس مش هيمتص بشكل كامل، مش هيمتص بشكل كويس عشان المعده ما كسرتوش بشكل كويس. جميل جدا. طيب الباراسيتامول، الباراسيتامول اصلا بيمتص بسهوله لوحده، فبالتالي لما تزود الريت اوف، لما تزود الجاستريك امتينج هيزيد الريت اوف ابزوربشن بتاع الباراسيتامول. وعكس الكلام ده كله اعكس مع دواء اسمه اتروبين. دواء اسمه ايه؟ اتروبين، هناخده برضو في الاوتونوميك. يبقى اتمنى يكون الكلام بقى واضح، يعني لو سمحتم، لو سمحتم. احنا عندنا كام فاكتور؟ عندنا الفاكتورز اللي ريليتد للدراج 5 فاكتورز، وعندنا الفاكتورز اللي ريليتد للبيشنت 7 فاكتورز. اتمنى الدنيا تكون واضحه، عشان هنبدا دلوقتي في موضوع مهم جدا جدا جدا. الفيرست باس افكت، يعني ايه يا دكتور يا محترم الفيرست باس افكت او البري سيستميك ميتابوليزم؟ يعني احنا عندنا كلمه انت فاهمها طبعا، ميتا بوليزم، ده موضوع حصتنا الحصه الجايه اساسا، صح؟ تمام. دلوقتي في موضوع اسمه بري سيستميك ميتابوليزم، يعني ايه برضو؟ مش فاهم حاجه يا دكتور، انت لخبطتين. احنا خلصنا الابزوربشن يا حبيبي، تمام، اتكلمنا عن الابزوربشن وخلصناه. دلوقتي انت عندك موضوع اسمه ميتابوليزم، تمام، مش هندخل فيه دلوقتي، مالناش دعوه بيه. انا هكلمك عن حاجه اسمها بري سيستميك ميتابوليزم، يعني ميتابوليزم بيحصل قبل ما يدخل الدواء السيستميك سيركيوليشن من اساسه. مش فاهم حاجه يا دكتور. هو يا حبيبي مش الدواء مفروض يدخل السيستميك سيركيوليشن، يدخل الدم وبعدين يحصل له ديستريبيوشن ويتوزع في انحاء الجسم وبعدين يروح يحصل له ميتابوليزم ويتكسر ويحصل له انكتيفيشن؟ صح يا دكتور. تمام، انا بقول لك دلوقتي ان في ميتابوليزم هيحصل قبل ما يدخل السيستميك سيركيوليشن. تمام يا دكتور، وده اسمه فيرست باس افكت. انا دلوقتي ارسم رسمه، ارسمها معايا، وده مش ده اوردر لو سمحت، لو سمحت ارسم الرسمه دي معايا عشان تفهم. دلوقتي ده قلبنا الجميل برسمته الجميله جدا دي. تمام، ثانيه واحده، عايزك توزع، ثانيه كده، ثانيه ارسم وراي بس الاول. ده ليفر، جميل جدا.
وده كده، لا امسحها كده خليها هنا. يا ريت تكون رسمت عشان ما تعصبني هنا، لو سمحت تكون رسمت. جميل جدا. ودي الاستومك، دي الانتستين. اسمع السريع يعني بس عشان نقدر نشرح عليه. بص يا دكتوره محترم، انت دلوقتي دواء معين، هات لي كده لون تاني، خدت دواء خلاص وراح يمتص في العمى. طيب انت دلوقتي متوقع ايه او فاهم ايه من شرحي في كل اللي فات ده، الحصه اللي فاتت يعني؟ انا قلت لك ان الدواء لما بيمتص هيدخل على ايه، على البلاد فيزل صح، ويتوزع لجميع انحاء الجسم. جميل جدا جدا جدا، صح ومظبوط. بس انا عايز اوضح لك حاجه، في حاجه قبل عمليه الابسوربشن ما بتحصل دي، في حاجه اسمها بورتال فين. بورتال فين، الوريد البابي الكبدي. الدواء بيمتص منه، الدواء مش بيمتص، الدواء بيمشي فيه وبيروح للليفر عشان يحصل له ايه، يحصل له ايه موضوعنا النهارده، البري سيستميك ميتابوليزم او الفيرست باس افكت. يبقى انت عندنا لما بناخد الدواء اورالي 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 اورالي، الجي اي تي بيرميه على الليفر من خلال البورتال سيركيوليشن قبل الوصول للسيستميك سيركيوليشن. يبقى هو بيمشي هنا لكن ما وصلش لهنا، ما وصلش لهنا يا دكتور، الجسم ما وزعهوش. يبقى بيروح الاول للليفر، يحصل له فيرست باس افكت. تمام، ده اسمه ايه؟ ده اول نوع عندنا اللي هو اسمه هيباتيك. هيباتيك يعني ليفر، تمام، هيباتيك فيرست باس افكت. طيب يا دكتور انا فهمت كده، هل في مشكله مع الموضوع ده؟ اه في مشكله. احنا دلوقتي بندي الدواء ده بجرعه معينه، احنا عايزين يوصل بالجرعه معينه دي للجسم، فبالتالي هو جزء منه بيحصل له ان اكتيفيشن في الليفر، فبالتالي دي مشكله. ايه حل المشكله دي؟ هفهمك دلوقتي بس نخلص موضوعنا الاول. الهيباتيك اللي هو اللي بتاع الليفر اللي وهو اهم نوع، الهيباتيك فيرست باس ميتابوليزم او فيرست باس افكت، بيتم بيحصل ان اكتيفيشن للدواء في الليفر قبل الوصول للسيستميك سيركيوليشن. وامثلته عندك ثلاث امثله يتحفظوا، تي تستوستيرون، والال ليدوكاين، والان نيتروجليسرين. نيتروجليسرين، واساسا النيتروجليسرين ده بقى موجود في الصيدليات على هيئه سب لينجوال. يعني ايه سب لينجوال؟ بص معايا، في حل من الحلول ان انت ما تديش، ان انت ما تديش الدواء ده عن طريق الاورال. اورالي لما تدي اورالي اللي هيحصل هينزل هنا ويروح هنا ويروح رايح للليفر ويحصل له ان اكتيفيشن قبل ما يدخل للبلد. طب نعمل ايه يا دكتور؟ ان انا اديه سب لينجوال، في تحت اللسان، يعني في مجموعه من الكابيلاريز الشعيرات الدمويه اللي موجوده تحت هتوصل هنا على طول، سب لينجوال هنا على طول، وتروح رايحه للقلب ويعني يوصل الدواء ويوزعه لبقيه انحاء الجسم. اتمنى تكون واضحه يعني، يعني توزعه هنا الاورطه ويتوزع بقى لبقيه انحاء الجسم. جميل جدا. او تديه انترافينوس، وبعد ما تديه انترافينوس هيروح يتوزع على طول. فبالتالي كده انت بتباي باس، كلمه باي باس معناها ايه؟ باي باس فيرست باس ميتابوليزم، باي باس الفيرست باس افكت، باي باس البري سيستميك ميتابوليزم. بري سيستميك ميتابوليزم يعني عشان تفتكر تاني، قبل السيستميك سيركيوليشن، قبل ما يوصل يحصل له ابزوربشن. احنا كده كده الدواء هيتكسر يا حبيبي، كده كده الدواء هيحصل له ان اكتيفيشن في الليفر، بس بعد ما يخلص شغله، مش قبل، مش قبل ما يمتص اصلا. تمام، باي باس دي يعني يتخطى الفيرست باس افكت، او ان هو بيعديها. تمام، ما بتحصلش فيرست باس افكت في حاله ان انت اديت سب لينجوال. وفي حاله تانية برضو ريكتال، يبقى انت عندك في حالتين بتباي باس من خلالها الهيباتيك فيرست باس افكت، ان انت تدي سب لينجوال تمام، او ريكتال، او انترافينوس. ثلاث حالات انترافينوس، يبقى تاني هكتبهم لك، معلش هكتبهم لك، سب لينجوال او انترافينوس او ريكتال. انترافينوس اسمها بارينتال، عشان بس لو قابلت الكلمه دي، بارينتال تمام، يبقى سب لينجوال و بارينتال و ريكتال. ريكتال يعني من خلال المستقيم. تمام، هفهمك ازاي، مش عليك الكلام ده بس للفهم، ليه الريكتوم بيباي باس الفيرست باس افكت. الريكتوم بيباي باس 2 على 3 تلتين
من الباي من الفيرست باسيفيكت. يعني ايه؟ بص الريكتال فينوس درينج يعني البلود سبلاي الاورده اللي بتطلع من الريكتم متقسمه لايه؟ تلتين وتلت. تلت بيكون بيروح للبورتال اللي هو السوبيريور ريكتال فين. الكلام ده مش مهم نهائي، مش مهم حد تكتبه بس عشان تفهم. وتلتين بيروحوا للسيستميك سيركيوليشن. احنا عندنا عشان تفهم عندنا سيستميك سيركيوليشن بورتال سيركيوليشن. البورتال دي بتاعه الليفر اللي هو اللي هي هي سبب المشكله دي اساسا. يبقى الميدل والانفيريور ريكتال فين الاثنين دول بيروحوا للسيستميك، لكن ده بيروح للبورتال. فبالتالي كده حلينا المشكله ان تلتين بيروح للسيستميك. الغي الكلام ده كله انا مش عايزك تعرفه، يعني الحته دي كلها امسحها كده مش مهمه نهائيا. لا انا عايزك تعرفه والام سي اكتب لي عليه ام سي كيو. ام سي كيو وخطين كبار جدا السابلينجوال والبرنتال والريكتال دول بيباي باس الفيرست باس افكت. اتمنى تكون وضحت لك الفيرست باس افكت، انا اديتها زياده عن اللزوم من حقها عشان تفهمني كده. الهبات اكتمت في نوعين تانيين اقل اهميه تمام. الجت اللي هو يعني عن طريق جي اي تي تمام. فيرست باس افكت برضو يعني ايه؟ بص عندك بعض الادويه بتتكسر من جاستريك جوز زي البنزايل بنسلين، نوع من البنسلين اسمه بنزايل، وهناخد انواع البنسلين كلها ان شاء الله في الكيموثيرابي. بس البنزايل بنسلين بيكسر بالجاستريك جوز، وعندك برضو الانسولين بيكسر بالجاستريك انزيمز. جميل جدا. وفي بعض الادويه نوت ابزوربت اورلي زي الاستريبتومايسين. يبقى احنا كده الجاد فيرست واس افكت برضو اقل اهميه. يعني انا اهم حاجه عندي الهيباتيك فيرست واس افكت هو اللي هنتكلم عنه في كل الادويه بعد كده ان شاء الله تمام. والبالمونري ميتابوليزم زي النيكوتين اللي هو موجود في السجاير بيحصل له برضو ميتابوليزم في بالمونري يعني رئوي تمام، جاي من كلمه البالمونري بتساوي لانج عشان بتقابلها بعد كده بيحصل له ميتابوليزم في اللانج تمام. اهم حاجه عشان تو اوفركم الفيرست باس افكت ما بتستخدمش الاورال روت، وممكن حل تاني. يبقى انت عشان تو اوفركم او تو باي باس تو اوفركم هتعمل حاجتين، مش هتستخدم الاورال وممكن تزود الدوس. بس طبعا الحل الاحلى ان انت ما بتستخدمش الاورال من اساسه، انت تبعد عن الاورال. عشان تبعد عن ايه؟ تبعد عن ايه يعني؟ اتمنى يكون الرسمه وضحت لك يعني فين ال اهي. عشان تبعد عن ايه؟ انا شخبطت الدنيا هات لي اللون تاني ده. عشان تبعد عن الفيرست باس افكت عن تبعد عن الليفر، تبعد عن الليفر البورتال فين اللي بيمشيك للليفر هنا. انت لو اديت انترافينوس هنا مش هتروح على الليفر. الرسمه دي هوضح لك دي والله، ده انترافينوس دي سابلينجوال هنا هتروح على طول هتتوزع على السيتيك سيركيوليشن على طول مش هتعدي على الليفر. وضحت الدنيا يا دكتور يا محترم؟ ان شاء الله ان شاء الله. قبل بس ما انهي الحصه عشان ما نسيت حته، كاتب لك في العنوان ان ده بينهبت الشباك ده. الشباك ده معناه انهبت عشان هستخدمه كتير في الفيديوهات بتاعتي. انهبت يعني يمنع تمام، انهبت يعني يمنع. الفيرست باس افكت بينهبت البايو افيلابيلتي. فاكر يعني ايه بايو افيلابيلتي؟ البايو افيلابيلتي كان معناها الكميه الدواء اللي بيوصل للدم. يعني ايه بيمنع البايو افيلابيلتي يا دكتور؟ يعني كميه الدواء اللي بتوصل للدم او سيستميك سيركيوليشن بتقل عن طريق الفيرست باس افكت. عشان اكون وضحت لك كل كلمه في الموضوع ده وتفهمه كويس جدا جدا جدا. ربنا معاكم يا شباب.